السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. إخواني، حابب بس إحنا نتابع مع بعض في المهارات الفنية في مهنة لف المحركات، اللي حابب أنا أني أصور لكم كثير من الفيديوهات على هاي الطريقة على أساس أنه أنتوا تتعودوا عليها. طبعا أنا راح أحاول أصور كل إشي في هاي المهنة، وأي مهارة فنية وأي شيء، أي تعديل بنقدر نعمله، تعديلات ممكن نعملها على المحركات، أنا إن شاء الله راح أصورها على أساس أنها تكون واضحة لكم تتعودوا عليها، عشان تصيروا تستعملوها دائما في المحركات، لأنها بتسهل كثير علينا في شغلنا وفي أمورنا. وبدال ما نروح نشتري أسلاك وكذا، بنصرف الأسلاك الموجودة عندنا وبنشتغل بأسلاك أطرى وأسلاك أقل سمك مثلا، او اسلاك اقل عدد. فهاي المهارات كلها لازم نتعلمها ولازم نتقنها بشكل ممتاز. طيب، هذا المحرك عندي انا اليوم اللي صورت عليه فيديو سابق، اللي هو 7.5 حصان، خلوني بس اعرفش اذا واضح، 5.5 كيلو وات، هاي كيلو وات، 5.5 كيلو وات، اللي هو 1400. بيحكي لي الرجل انه لا كومبرسور كبير. المهم انا لقيته ملفوف، طبعا 60 لفة، مش 59، 60 فردة بالمجرى، يعني المجرى فيه 60 سلك، ملفوف ثلاث اسلاك 9 و9 و9، ثلاث اسلاك تسعة دزيم، يعني بنقسم العدد على 3، بصير عندنا العدد 20 لفة، 20 لفة بثلاث اسلاك 9. طبعا الشغل بثلاث اسلاك 9 يعني راح يكون صعب شوي مثلا، او يغلب، خاصه للمبتدئ واللي مش متمرس واللي مش محترف، راح يكون فيها غلبه اللي يشتغل بثلاث اسلاك او شيء من هذا القبيل. لا، احنا بدنا نحاول نقلل من عدد الاسلاك هاي مثلا. اذا قللنا طبعا من عدد الاسلاك هاي راح يزيد السمك شويه، طبعا راح يزيد سمك السلك شويه، يعني بدل 9 ممكن نحط احنا مثلا 11 سلك، 11 دزيم، بس راح يكون مثلا سلكين او كذا، اقل عدد اسلاك. وممكن بطريقه ثانيه، ممكن انه نعمله احنا بسلك واحد، فاحنا خلونا نشوف الطريقه الان. الان الكل ما علينا احنا، السر انه احنا بنجمع مساحه مقطع الاسلاك الثلاثه هاي، بنجمع مساحه مقطع الثلاث اسلاك. ما بدي اطول عليكم انا، لانه شرحنا كيف احنا نعمل حساب لمساحه المقطع وكيف نحسب الاسلاك. مساحة مقطع سلك 9، سلك 9 دزيم، مساحة مقطعه 63. إذن إحنا عندنا ثلاث أسلاك مساحة مقطعهم كل واحد منهم 63. طبعا بنجمع مساحة المقطع هاي 9 6 18 189. إحنا عندنا المساحة الكلية، مساحة المقطع الكلية للثلاث أسلاك 189، 189. طبعا هي 1 ملي متر و89%، يعني اللي بس أنا بحب أسجل هيك، 189. طبعا إحنا الآن بدنا مثلا نلفه بسلكين، بنقسم هاي 189 على 2، بنقسمها 180 89 تقسيم 2، بيطلع عنا تقريبا 44، يعني 94 تقريبا وشوية، 94 وكسور. هاي مساحة مقطع السلك الجديد اللي بدنا نشتغل فيه. احنا الان بنحول زي ما حكينا بطريقة اخذناها برضو في فيديو سابق، تحويل مساحة المقطع الى القطر بالقانون اللي هو 2 ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي الكل تحت الجذر، بيطلع معانا القطر. طبعا ال 94 مساحة المقطع هاي هي السلك إلها، بكون اللي هو سلك 11 دزيم، مساحة مقطعه بتساوي 94. إذا احنا بنلفه بسلكين 11 دزيم، وعادي ونفس الشيء، نفس العدد 20 لفة ونفس التوصيل الخارجي. طبعا التوصيل الخارجي له هذا ستار
فبنلفه بسلكين 11 وبنوصله ستار خارجي وب 20 لفه زي ما هو، وتوصيله توالي داخلي بضل توصيله من جوا داخلي توالي. طيب احنا لو بدنا نلفه اريح كمان ممكن نلفه بسلك واحد 11 بسلك مفرد 11 واحد وبنوصله من الداخل توازي، بنوصله من الداخل توازي ومن الخارج زي ما هو ستار بضل. طبعا التوصيل الداخلي ما له دخل بالتوصيل الخارجي، ان كان من الداخل توالي او توازي التوصيل الخارجي بضل زي ما هو. فممكن احنا بنقدر نلفه بسلك 11 وبنوصله توازي، بنوصله توازي وداخلي ومن خارج ستار، وهيك احنا بنكون اشتغلنا بسلك واحد بدل ثلاث اسلاك، وبدل ما نشتغل بسلكين 11 اشتغلنا بسلك واحد 11، وهيك احنا استعملنا بكرة واحدة بدل ما نستعمل ثلاث بكرات او بكرتين احنا استعملنا بكرة واحدة. والمحرك زي ما هو نفس القوة ونفس القدرة ونفس الامبير ونفس العزم، ما في اي فرق وما في اي اختلاف. وهاي هي حابب انا انكم تتعلموا هاي المهارات، وان شاء الله انا راح اكرر اصور لكم زي هيك مهارات على اساس انه تتعلموها وتحفظوها. بس المهم انه بدي منكم ترجعوا للفيديو او لفيديوهات اللي هو تحويل حساب مساحة مقطع السلك، كيف نحسب مساحة مقطع السلك وكيف نحول من مساحة المقطع إلى القطر، كيف نحول مساحة المقطع إلى القطر. يعني إحنا هنا 189 هاي مساحة المقطع الكلية قسمناها على 2 عشان نأخذ سلك نعرف شو السلك بدنا نلف فيه. طلع معنا 94 هاي مساحة السلك الجديد، مساحة السلك الجديد طبعا بدنا نحولها للقطر، فإحنا حولناها للقطر هنا بدك تحولها عن طريق القانون، فطلع معنا السلك 11 ديزيم اللي هو مساحة مقطعه 94 وكسور سلك 11. فهاي هي الطريقة لازم تتعلموها لازم تحفظوها على أساس أنك تحترف هاي المهارة الجميلة والرائعة. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.